مرحبا أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بك في الدرس 126 بهذه الحلقة المميزة مع كلمة سنترال. كلمتنا لهذا اليوم كلمة سنترال. سوف نأخذ أمثلة في جمل وأهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس، وشارك هذا الفيديو لجميع أصدقائك. هيا لنبدأ. إذا كلمة سنترال تأتي بمعنى مركزي، رئيسي أو متوسط. Central, central. المثال الأول: There will be snow in central counties. There will be snow. Snow, ثلج. سوف يكون هناك ثلج. There will be snow in central counties. سيكون هناك ثلج في المقاطعات المركزية. اقرأ معي الآن: There will be snow in central counties. ممتاز، كرر هذه العبارة واكتبها في كراسك، كررها بصوت مرتفع 5 مرات حتى تتقن اللفظ الصحيح، واكتبها أيضا. إذن الجملة الثانية: money is of central importance to them. المال money المال is of central importance، له أهمية مركزية أو كبيرة أو مهمة. to them بالنسبة لهم، to them بالنسبة لهم. اقرأ معي: money is of central importance to them. money is of central importance to them. ممتاز، نأخذ أهم مرادفات كلمة central. رئيسي major رئيسي، main وتأتي بمعنى رئيسي أيضا، prime أولي، average متوسط. إذن هذه أهم مرادفات كلمة central، احفظها ايضا. اما الان حاول ان تكون جملة مستخدما فيها كلمة central. ضع كلمة central في جملة، اكتبها في التعليق اسفل هذا الفيديو حتى استفاد منه الاخرون ايضا. شكرا لكم على المتابعة، انتظرونا في الحلقة 127 مع كلمة مهمة جدا ايضا باللغة الانجليزية، كلمة century. سوف نشرحها بالتفصيل، انتظرونا في الحلقة القادمة. الى اللقاء.